الكلمة إلى السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية للتعقيب. هو الكل يعلم أن الجزائر مستهدفة من قبل خاصة الجار الغرب، مع الأسف الجار السوء، ماذا بهم يعني يجيسوا فئة الشباب أساسا، راهم يعني هي عبارة على حرب، نقولها صراحة. لازم علينا احنا اليوم نعرف فين نواجهوها بالهيئات المختصة، ولكن بالمجتمع المدني كذلك، بكل يعني الوسائل هنا وهناك. والآن ما اكتفوش اقتراح، يعني كان الحمد لله العمل الجبار اللي تقوم به مصالح الأمن والجيش الوطني الشعبي، تحول دون يعني إقحام الوطن بهذه الآفة، بهذه الآفات. إذا اليوم ما نشوفه من مناطق أخرى، والكل يعلم العملية الكبرى التي تم الحمد لله التحكم فيها في المدة الأخيرة هذه، أنت أكثر من 1,600,000 تاع مهلوس، يعني هم يديروا كل ما في وسعهم باش يخليوا الجزائر تتقاس في مجتمعها، وأساسا في فئة الشباب. علينا نحن أن نتجند لإذا محاربة هذه الآفة، ولمحاربة كل الذين يريدون الشر لبلدنا. الحمد لله في وعي كبير، وأرانا نعمل جاهدين حتى نذلل من هذا الخطورة هذه، وحتى ربما إن شاء الله نتفاداوها بإقحام كل القطاعات، خاصة بالنسبة لفئة الشباب يعني المستهلكين اللي راهم يغرروا بهم، واللي ممكن التنظيم المحكم على مستوى قطاع الصحة ومستوى قطاع الشباب والرياضة، إن شاء الله ننقذوا بعض من يعني شبابنا، ولكن نكملوا نواصلوا نعملوا